نعم، لازم شوف المدير بخصوص موضوع شخصي. ما عندك شيء، اعملي معروف قولي له لازم شوفه. اللي عم تطلبيه ضد سياسة المدير. كان لازم اعرف حدود صلاحياتك واتكل على مسيو أنطوان. لحظة، طلبك ضد سياسة المدير، مع اني مش مقتنعة، رح جرب. ناظرك. عزبتي. عملي معروف، اختصري. كان مفروض تخصموا لي 250 دولار من معاشي. الوصل حاضر. ميرسي. ما في شي من قيمتك. ما عم بشكرك، عم فهمك. بيقولوا ميرسي. ميرسي. الو. نعم مسيو فراس، حاضر. نعم. عملي حسابك اليوم الساعة 1 ناطرك هون. في شي؟ ماشي مهم، اليوم نتغدى سوا. شو ناوية تعملي؟ سوري، صار الوقت. صارت وحدة. ممتاز. من هون أحسن. خايف يشوفونا سوا؟ بدك نروح نتغدى قدام كلهم؟ صح، تفضلي. ما رح نتأخر، نتغدى ونرجع. عبالك تاخدي شي حلو؟ لا ميرسي. عبالك تاخدي شي حلو؟ مثل ما بتأمر. ماتر،
بدي واحد فندان لدموزيل وديجستيف لإلي. فندان بياخد وقت؟ فإذا ما تضيع وقت. شكيون هيتون لبنلك شو بيقولوا؟ مرسي. مش هلا، لما نوصل قدم الكل ومع ابتسامة. مرسي. ذاكرتي قوية، إذا ناوي تكمل مع هالبنت أنا رح حاسبك. عم تقولي ذاكرتي قوية؟ تذكري مين لازم تحاسبي. كانوا يتصيدوا حيوانات، تمدنوا صاروا يتصيدوا ناس. مرسي على كل شيء.